السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل وهنسوي ورق عنب في الحلة الكهرباء. دي الحلة الكهرباء اللي هو الحلة اللي هي بتتحط فوق جهاز الكهرباء، بطلعها طبعا بنغسلها وبحط فيها المحشي. هي اهي ماشي، انا حطيت بصل، بحط في الورق عنب بصل وجزر، وهبتدي احشي الورق عنب ونخلصه ونشوف هنسويه ازاي ان شاء الله. زي ما قبل كده وريتكم احنا سوينا المحشي البتنجان والفلفل فيها ازاي، وعملنا فيها الرز ازاي. النهارده برضو هنعمل ورق عنب، ومره تانية نعمل كرنب باذن ربنا. عشان اللي عنده الحله الكهرباء دي، بصوا هي اهي كمان، حتى ليها زي ما قولوا ليها درجات معيار ماشي، وبيبقى معاها كوبايه. هي حلوه جدا وجميله جدا وبتطلع المحشي تحفه. هخلص محش واقول لكم خدت مني قد ايه بالظبط. عارفه انها بتاخد نص كيلو بالظبط، اقول لكم خدت مني قد ايه بالظبط ونشوف هنسويه ازاي. بصوا يا قلبي، انا خلصت هنا حشو الورق العنب، بصوا واخد نص كيلو بالظبط. بصوا شايفين الارتفاع، واخد نص كيلو بالظبط، ده نص كيلو. انا بحب احط عليه جزر من تحت، جزر وبصل، ومن فوق احط جزر وبصل واحط التوم. التوم بيبقى رائع. وبعد كده لما اجي اسويه بقى، نروح عصرين ليمون كتير ونحط عليه شوربه. ده شوربه، لازم شوربه، وشوربه دسمه حلوه. لو عندك معلقه سمنه بلدي نحط عليه معلقه سمنه بلدي. دلوقتي بقى نشوف هنسويه ازاي. هنا حبايبي الورق العنب، حطيت عصرت عليه ليمونتين، واديني ليمونتين كمان قطعتهم. هنمسكهم نحطهم في الجهاز. بصوا ادي الجهاز اهو، نحطهم في الجهاز. بصوا اهي بقفل احطه عليه. اوعي تزودي اكتر، مثلا تقولي ايه الله، طب هو واخد نص كيلو اهو، فطب ما انا اكمله كيلو الا ربع. لا، ما هو هيعلى وهيرتفع عشان ما ينزليش شوربه وينزلي حاجه على الجهاز من بره ويحرقه. فهمتوني ازاي؟ ادي اهو في الجهاز اهو، هوصل الكهرباء واجيب الشوربه اشوف هنعمل ايه. ادي الشوربه اللي احنا هنحطها ماشي. انا بحط في ورق عنب شوربه شوربه، مش بعمل زي الكرنب ليه خلطه، لا بحط شوربه صافي وازود عليها سمنه كمان بلدي، معلقتين سمنه بلدي. الورق العنب يحب الحاجه الدسمه. عندك شوربه بطي، شوربه ضاني، شوربه رومي. الورق العنب بالذات اكتر حاجه لازم شربته تبقى دسمه وتقيله عشان يديكي طعم رائع. كوارع يا خبر ابيض على الجمال، ما اقولكيش حاجه كده بقى وهم. فهمتيني ازاي؟ هتخافي تعملي الحركه دي والحله جوه الجهاز، خلاص نعملها من بره بعد كده نحطها ماشي. لو انت خايفه ان هي تتعمل، بنحط مقدار الرز، مقدار الشوربه عادي جدا. هنحط مقدار الشوربه عادي جدا، اكننا بنحط في الحله. انت بتتعاملي معاها كانها حله على البوتاجاز، حله على البوتاجاز. خلاص هجيب معلقه واجي لكم. جبنا معلقه، بصي نزلي كده بس، كفايه كده قوي. بصي الشوربه اهي والورق العنب بتاعتي حلوه قوي قوي كده، كفايه عشان هيعلى عشان ما يطرطش على الجهاز ويبوظ لي الجهاز ماشي. انا دلوقتي شغلت الجهاز، اللمبه خلاص احمرت. طبعا انتوا عارفين ان الدنيا مش بتبان قوي، اللمبه دي احمرت، دي احمرت، الدنيا مش بتبان قوي عشان النور بتاع الكاميرا ماشي. خلاص هغطيه، وبعد ما نغطيه هوريه لكم هو بيغلي. شايفين الدخان؟ بصوا الدخان اهو، بصوا شايفين ابتدى يغلي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى يشرب الشوربه بتاعته. بصوا شايفين المنظر؟ هبعد بس كده، همسح الكاميرا وكده. مسحنا الكاميرا مكان البخار. بصوا عري، بصوا برتفع ازاي شايفين؟ عشان بقول لكم ايه، اوعوا تقولوا كيلو الا ربع، لا هو نص كيلو. حلوه قوي على الحله دي، ده المقاس الستاندر. في حله اكبر منها بس انا مش عندي الاكبر منها، دي بتاخد كيلو رز ماشي حبايبي. ادي لسه الصوص بتاعها ما اتشربش، الشوربه ريحته تحفه. طبعا الشوربه لما تحط لها سمنه بلدي وليمون تاكلي الورق عنب ني كده. سيبه بقى لما يتشرب خالص، لسه زي ما هو اللمبه حمراء. مجرد ما هيشرب ميته ويبتدي يستوي، يروح عامل اللمبه تبقى برتقاني، تلاقيه الزرار ارتفع وبقت اللمبه برتقاني. يبقى هو كده خلاص داخل في السوا، خلاص وقرب يستوي. بصوا لسه خلاص يا قلبي، ادي اهي ارتفع لحد فوق، ونشوف بقى لما يستوي ويشرب ميته برضه هوريها لكم. ادي قلبي شرب ميته، سمعني الصوت؟ لسه شويه، لسه بخار، البخار. بصوا لسه شويه، لسه ولسه لمبه حمراء زي ما هي.
لسه ما استواش طبعا، نرجع نغطيه تاني ونشوف هيكمل سوا ازاي. ادي يا حبايبي استوى، بصوا خلاص شرب ميته خالص واللمبه بقت برتقاني، معناه كده ان يفضل المحشي سخن لحد التقديم، لحد ما تيجي تقدميه يا حبيبتي يفضل المحشي سخن طازه زي ما هو. الحله دي مفيده جدا للعرايس اللي ما بتعرفش تسوي المحشي او تسوي الرز. احشي المحشي حطيه في الحله، حطي عليه مقدار الشوربه بتاعته زي ما وريتكم، وغطيه ودوسي على الزرار، هي لوحدها اوتوماتيك هتسويه، ولما يستوي هتفصل وتبقى اللمبه برتقال، يبقى خلاص كده المحشي استوى، ولا يشيط ولا يجراله اي حاجه خالص خالص. يعني انا بصراحه بنصح البنات الصغيرين، البنات اللي بيجهزوا، يجيبوا الحله دي فعلا للي لسه ما تعرفش يعني ايه تسوي محشي او تعمل رز وتخاف منها يشيط. هي مش غالية، هي رخيصة ومش غالية، وهوريكو ورق عنب في التقديم شكله. ادي ورق العنب حبايبي اهو، شايفين يلمع وتحفة وريحته رائعة رائعة رائعة. استوى وهي الحلة بتسوي، هي عارفة، هي متبرمجة على الطريق على وقت التسوية بتاعه. وده الجزر، ودي الليمون، ودي الثوم، بيبقوا رائعين طعمهم حلو قوي معاهم. تكوني عصر عليه ليمون وحطله شوربه دسمه. صدقوني جربوا الحله في سوى المحاشي وفي سوى الرز وفي سوى الكشري، مش هتندموا. دي مش حله رز بس، دي حله حاجات تانية كتير ناقصنا فيها كده. ان شاء الله نعمل الكرنب ونعمل الكشري ونعمل الكبسه ونشوف الحاجات دي بتتعمل في الحله دي ازاي. فعلا بنصح كل بنت وكل عروسه تجيبها في جهازها، وان شاء الله تعجبكم وبحبكم قوي قوي. انا حنان رمضان.